لهذا لغرض المحاضرة هو الآداب تعتبر جزء من الفنون. بعض الكتب تقسم الفنون لآداب مختلفة، بس من ناحية علمية الآداب تدرج ضمن الفنون. والفنون طبعا أشكال، سواء كانت فنون تشكيلية أو حركية مثل الرقص والباليه، أو فنون تطبيقية أو منزلية، والآداب القصة والرواية والشعر وغيرها. ليش الصورة هذه اللي شوفناها عباس اليوم؟ كم واحد منكم مثلا يروح المتحف يلقون قليل هاي الصورة، وكم واحد يروح المتحف يشوف هاي الصورة؟ هاي الصورة طبعا معروفة. نعم، هذه ايه رسم لوحة. هذا فن تشكيل عراقي اللي خطى خطوات جدا واسعة، اظن اغلبكم شايفين هاي الصورة. الفرق بين هاي وهاي هو اللي احد الجوانب راح اتحدث عنها. ليش هاي الصورة تشوفها شفتها صورة حلوة، هاي الصورة كل ما تشوفها تتباع عليها ليه فد شيء غريب؟ هذا الفرق بين الصورة العادية مال الكاميرا والصورة اللي رسمها فنان. طيب إذا تجي شوف هاي الصورة الطبيب، قلنا ممكن نقول لي شنو معنى الجفن؟ الجفن هو عبارة عن غشاء جلدي يغطي العين لحمايتها من المؤثرات الخارجية. والرمش، الرمش عبارة عن زواج شعر ينمو في حافة الجفن حتى يطرد الغبار عن العين. تمام؟ هاي نعلم بالكلية هيك عن الطلاب. زين تجي تسأل مظفر نواة، يقول شنو الجفن؟ يقول لك جفنة جنح فراشة الأرض وحجارة جفنة ما هو تمشي بيها ويمنا بعض روحي على روحك. طيب تجي تسأل أبو خلدون تقول له يعني عديان سيد خلف الجفن شنو؟ يقول لك هو شوف الزاوية اللي ينظر الجفن بيها. يقول لك هو شو يشوف الجفن غير الدمع والطيف؟ بالكيف هو القلب إنه من يحب بالكيف. شنو الفرق بين ليش هذا هيك يشوف الجفن؟ تجي على الرمش. الرمش إذا سامعين سامي كمال عنده أغنية لحنها كمال السيد اسمها بين جرفين العيون، رقت والروجة رمش. شوف هاي الصورة، يعني هاي الفنان لو كان عنده إمكانية فنية يرسمها نحكيها. بين جرفين العيون غرقت والروجة رمش، تيهتني وردت أقول لك هاك أخذ قلبي ورمش. هذه الصورة طبعا الشاعر يكتبها، الفنان يرسمها. طبعا بالعربي الفصيح يسموه هدر، هم أهداب. يعني مثلا نزار القباني عنده أغنية على بغداد، مدي بساطي واملئي أكوابي وانسي العتابة فقد نسيت عتابي. يقولها عيناك على بغداد، عيناك يا بغداد منذ طفولتي شمسان نائمتان في أهدابي. الهدب هنا الأهداب، يعني سواء كان الجفن أو الرمش، شنو السبب؟ هذا يشوفه هيج وهذا يشوفه هيج. هذا أحد مواضيع دراستنا اليوم. نتحدث عن تفرد الفنانين وعن تفرد المتذوقين في أدمغتهم وشبكاتهم العصبية، وعن وظيفة الفن، وعن دور الوعي واللاوعي، وعن قوة رسم الوجوه الرهيبة. يعني زي مثلا رامبراند كان يعني يعتبر شيء هائل في تصوير بورتريت مال الوجوه. شو يختلف دماغ الفنان عن دماغ العالم؟ العالم بالغالب يستخدم الدماغ الأيسر، مسؤول عن اللغة والمنطق والمحاكمة العقلية. الفنان بالغالب يستخدم الدماغ الأيمن، مسؤول عن العواطف والانفعالات والمشاعر. الدراسات شوفنا أنه إذا تعرض الدماغ واحد قاعدة تشوفه شغلات متكررة، سرعان ما يلتقطها الدماغ الأيسر. شوية تضيف شيء جديد لها الداعي اختلف عنها، رأس الدماغ الأيمن يأخذها. الدماغ الأيمن مهيئ لالتقاط ما هو جديد،
علاقات جديدة بين الأشياء اللي هي بالأساس يعني شيء ما مطروح قبل. فالأمور الروتينية بالغالب يتناولها الجزء الأيسر. طبعا أكو فرق آخر عن الإبداع العلمي، أيضا الجزء الأيمن ينهمك به بس هو بالأساس وظيفة الجزء الأيسر. احنا أغلب دراساتنا نأخذها من الناس اللي صار بهم جلطة. كل سنة 500,000 أمريكي يصير لهم جلطات دماغية في مختلف المناطق، موجود كل الشرايين. أهم سبب من أسباب الموت البشر من يكبر بالعمر هو سكتة قلبية أو دماغية. فتصير جلطات مختلفة تصيب أماكن مختلفة من الدماغ تمكننا من معرفة وظائف هاي الأجزاء. يعني أحيانا الجلطة تكون صغيرة بحد فقط تنسى أسماء الفواكه بس. أكو محلات أخرى تنضرب فقط تصبح غير قادرة على التعرف على الوجوه. يعني تجي مرتك يمك تقعد تعرفها من حكيها، تعرفها من كل، بس مو من وجهها. واحيانا تعرف هذا وجه بس ما تعرف هذا وجه الا تابع. اشكال احيانا تعرف تبقى تقدر تكتب بس تفقد امكانيه القراءه، حتى كتابتك اللي انت تكتبها ما تقدر تقراها. كلها موجوده هذه ومعلومه يعني مفصله بشكل دقيق. ايضا مثلا اعتقد محمود صبري ساند الزهايمر ديزيز اخر شيء، محمود صبري الفنان العراقي التشكيلي توفى بلندن. ما عندي فكره بالضبط شو تاثير ذاك على الفن ماله، بس احنا عندنا ديكونينج رائد المدرسه التعبيريه التجريديه هو روثكو، مارك روثكو، جاكسون بولك. هذا بعد ما صار عنده الزهايمر ديزيز صار تغيير بطريقه الرسم ماله. يعني صار الـ 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 الالوان الداكنه تحولت الى الوان براقة أكثر. وبالأساس صار يستخدم الألوان الأساسية مو الفاريشنز تبعها. فدراسة أدمغة الفنانين بسبب الأمراض تسلط الضوء على آليات عمل الجملة العصبية أثناء تناولها للمواد العلمية، ونعرف أنه الفنانين والأدباء سواء كانوا وراثيا أو اكتسابيا لديهم أكثر نشاط في الجزء الأيمن من الدماغ. هاي معروفة يعني السوداء موجودة احنا حاليا. شلون نقيس هاي القضية؟ موجودة اجهزة قبل 200 سنة 150 سنة. يعني شلون نقيسوها؟ لما واحد يموت ياخذوا الاوتوبسي يحللوه. يعني هذا بروكس اللي اكتشف انه الدماغ يتحكم باللغة، شاف انه هواي مرضى يفقدون امكانيتهم على النطق، يفهمون ما يحجون، كلهم من يموتون يحللوهم يشوفوا منطقة بالدماغ الجزء الايسر الامامي مضروبة، فسماها بروكس اريا. من تنضرب تفهم بس ما تقدر تعبر. اجا واحد ورا اسمه فيرنكي بعد كم سنه شاف انه اكو ناس يقدر يحكي بس انت من يحكون وياه ما يفهم الحكي مالك. يعني عنده صعوبه بالريسبشن مو بالحكي. فانت تحكي وياه شيء بس هو يجاوب عليك بشيء اخر. الدماغ البشري يتكون من طبقات. هذا اسم مبدا الستراتيفيكيشن، مبدأ تعداد الطبقات. هذا مبدأ علمي. الحيوانات منذ الحيوانات الدنيا ثم الأعلى ثم الأعلى ثم الأعلى، كل طبقة حيوانات تنضاف لها طبقة. كل ما تيجي مليونين سنة طبقة طبقة طبقة، وكل ما يرتقي الحيوان في سلم التطور طبقات أرقى تكون وفيها وظائف أكثر معقدة، إلى أن يوصل الثدييات. القرود والثدييات عندها قشرة مخية تسيطر على كل الجوانب. أنا مثل الدماغ كونه متحف العلوم الطبيعية. قبل شوية مثلناه صيدلية، هسه صار متحف العلوم الطبيعية. يعني الجزء السفلي يسموه reptilian brain، دماغ الزواحف. هذا بس قضايا البقاء، بس قضايا أساسية. تصير حرارة كلش عالية يقمز ينهزم، تجي واحد يضربه بشيء ينهزم، بس قضايا الدفاع عن النفس. الأكثر اللي يجي بعد عدة ملايين اسمه the animal affection أو الدماغ الانفعالي، اللي هو هذا الوسط الدماغ الموجود للحيوانات. حتى دارون الكتاب ماله فصل كامل عن انفعالات الحيوانات. الانفعالات الخوف، الفرح، الحزن، الانسحاب، الكآبة. الجزء الأعلى هو الدماغ الذكي اللي يصير عند الحيوانات العليا ويتطور إلى أقصى عند الإنسان. القشرة المخية تغطي وهي تتحكم في الأجهزة السفلى. مثل ما قلت لكم اليوم بإمكانك تعلم القشرة المخية تسيطر على الأجزاء السفلى، فتسيطر على عواطفك، تسيطر على دقات قلبك وما إلى ذلك. هذا ضروري لفهمه لان احنا نتحدث عن شنو الفرق بين دماغ الفنان ودماغ العالم. الفنان تتغلب عند المنظومه تحت القشريه اللي جوا على المنظومه القشريه الفوقانيه. يعني منطقه العواطف والانفعالات اقل اكثر فعاليه ومعرض الكبح اقل من قبل المنظومه العليا.
المنظومة العليا تكبح تكبح المراكز السفلى. فلذلك تشوفون انتم في احيان كثيرة الفنان يبدا اكثر لو اخذ فد شيء يقدر يشيل هذا الكبح. هذا اما هو يدر نفسه عليه او بمفعول مادة كيميائية، اكو ناس ياخذ مواد كيميائية موجودة احشاء حتى بالكنائس كانوا ياخذوها لتسهيل مهمة الاتصال مع الخالق، تسهيل قضايا روحية، اكو امور كيميائية ياخذوها حتى تشيل هذا الكابح اللي احنا كلنا مروحين به اللي اسمه قشرة مخية. القيم الاجتماعية السائدة تمنعنا من القيام بكثير من الاشياء. فالفنان قد ياخذ احنا مواد احيانا حتى لا يشرب مثلا كحول، او هو يدرب نفسه على تجيفة راب صوفية يحاول ان يفصل تأثير الكبح للقشرة فيبدا. وذلك كثير من الفنانين ما يبدا او انت لا تنسى اي كلمة، تتذكر 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 تنسى ما تتذكر، بس تتركها شوية تجي من جوا مو من فوق، راح المراكز السفلى تدفع عليه فوق. اذا موجود شيء اسمه limbic system. limbic system بالعربي يسموه الجهاز الحافي على الحافة. لما كنت بسوريا تعلمت احكي شوية عربي. الجهاز الحافي لا تخلطون مايكروفون دكتور مايكروفون عفوا لا تخلطون بين الجهاز الحافي والخبز الحافي. شايفين الرواية والفيلم خبز الحافي محمد شكري. فهذا الجهاز الحافي جهاز جدا ضروري للانفعالات، بالنواة اللوزية مسؤولة عن الانفعال، وبالأميجدالة مال الذاكرة، وبالمنطقة متحكمة بربطها هذه بعواطف العواطف الأخرى. بينما هاي المناطق العليا المناطق الجديدة بالقشرة المخية بالغالب العلاقة بالمنطق والعلاقة بالرياضيات والعلاقة بالأمور. طبعا البشر يحتاجون اثنين. يعني انت احنا نحتاج حسب بالصين حتى بالعلم كليات علمية يدرسون آداب وفنون. بأوروبا وبأمريكا انشال هذا التقليد، وإحنا طبعاً نظامنا أوروبي بريطاني، لو علمي لو أدبي. العلم ضروري للفنان والفن والأدب ضروري جداً للعلماء. هذه اللي أدوب عليها كل محاضراتي بأمريكا، يا جماعة هاي لازم نشوف الأشياء القضية. طالب طبية خلص كل الطبية ما قاري رواية مثلاً، ما عنده اهتمام بالمتحف مثلاً، التنمية الروحية اللي تجي من الأمور هذه ماكو شيء عادلها. فانت تصور نفسك تحتاج لما تكون انت مرتاح ومرتخي تشوف متحف تشوف صور تسمع موسيقى كلاسيكيه. بس انت لو افترضنا عندك انت لا سمح الله ورم بالدماغ وتحتاج الى جراح، انت تريد هذا الجراح ان يكون جدا دقيق بمواصفاته، ما يكون عنده يعني احساس فني، يحتاج يروح بدقه يشيل الورم ويشيله ما يخربط باي شيء اخر. فالعقل العلمي الفيزيائي الرياضي ضروري، والفن والادب ضروري، اثنينهم ضروريين للمجتمعات. شلون نعرف انه ايضا النقطه الثالثه انه الذاكره عند الفنانين والادباء تشتغل بطريقه مختلفه عن الذاكره عند الاخرين. في جراح كندي اسمه بنفيلد قبل ما توفر هالاجهزه لرصد حركه الدماغ وكذا، شو يسوي هذا؟ يسوي عمليات صرع. انتم تعرفون عمليات الدماغ بالامكان اجراءها بدون تخدير عام، لان الدماغ غير حساس للالم. يعني لازم هيش الدماغ تفتح جمجمة لازم الدماغ ما الدماغ ما يوجع. الشخص اللي عنده شقيقة أو صداع الوجع يجي من برا من هاي التراكيب الخارجية، الدماغ نفسه ما يوجع. فيسوي العمليات ما تحت تقدير موضعي، فيفتح الجمجمة يحدد المنطقة المسؤولة عن الصرع حتى يطبها. فقام يسوي المريض قاعد، يعني قام يسوي يدوس على منطقة المريض قام يتذكر، هذا مريض انجليزي يعني، ويتذكر اغنيه امه لما الايام كان صغير يسمعها. احنا شلون دل اللول يا ابني دل اللول، هذه دقها تطلع دل اللول. دقه الثانيه يسمع نبح كلب مال جده كان يروح على البيت. ذاكره السمعيه هذه مو ذاكره بصريه ولا ذاكره اخرى. فسوى مثل الماب، شاف الجزء الايمن باكثر نقاط للذاكره السمعيه من الجزء الايسر. طبعا بعدين تمت الامور، جت مثلا قام المريض داس منطقه قام يسمع صوت اعصار هيركين. هذا اعصار كاترينا، تعرفون عصير بامريكا يعطوها اسماء نساء تعرفون، لحد 79 نساء اشتكوا انه هذا شيء يعني الكوارث الطبيعيه تربوها بينا يعني. فصاروا غيروها، قامت الناس ما يحتاطون اكثر من تجي بركان باسم رجال ما ياخذ احتياطات كافيه ما يخوف، فهسه احتمال يجروح لها الشغله. اكثر انتاجات موجوده عن الذاكره سواها اريك
كان داعو بس من شفته آخر شيء قال لي بشهر جاي صار عمري 90 سنة. ولحد الآن عزمته جاي لهيوستن في الشهر الثاني السنة الجاية. هذا أخذ جائزة نوبل بسنة 2000 على بحوثة عن الذاكرة. وحتى الذاكرة قبل كانت تعتبر ظاهرة روحية. يعني ما كلهم مثل البصر يعتبر ظاهرة روحية. اللغة يعتبر بعدين شوي نشوف هاي القضية تتطبق بآليات معينة. فهذا اكتشف أنه الهب هذا الجهاز في ستراكشر صغير هنا اسمه هيبوكامبس الحصين. هذا هو مركز الذاكرة. فجت مرة فترة سوى عملية الواحد شالوا هاي الأجزاء لأنه عنده صرع جدا شديد. فشالوا هاي الأجزاء حتى الصرع لا ينتشر. فهذا الشخص بقى طبيعي يحكي ويسولف وممتاز بالعلاقات الاجتماعية بس ما يسجل أي شيء. يعني أشوفه يوميا مرتين يقول لك أهلا وسهلا شلون الصحة نظام الشهر. نقطة أي نقطة تحكي لها أضحك عليها حتى لو أحكي لها 100 مرة. شيء جيد يعني. زين. فهذا تعرفين أنتم التاريخ البشري هو الذاكرة والتعلم. التعلم اكتساب شيء جديد. الذاكرة الاحتفاظ بالشيء. التاريخ البشري هو تاريخ الذاكرة والتعلم. وتاريخ الأفراد نفسه مرتبط هو تاريخ التعلم. تصور نفسك بدون ذاكرة. تاريخ بدون ذاكرة. من الشخص بدون ذاكرة. مع أن الناس عادة تنسى دروس الماضي بسهولة بس الذاكرة شيء جدا مهم. مع أنه تكون أحيانا ذاكرة طبعا الذاكرة أحيانا تكون نعمة مثل ما نقول هذا ابن هاوي زين نعمة النسيان أي نعمة النسيان طبعا يعني قصدي أنا زين شنو السبب اللي يخلي غائب طعمة فرمان اللي ابتعد عن بغداد من 50 سنة يكتب عن بغداد يعني جبر إبراهيم جبر يقول كان غائب يحمل بغداده معه أينما رحل ويستقي منها متى ما أراد. زين شو هذا غائب 50 سنة آخر رواية مات مركب قبل ما يتوفى عام 79 نشرت كأنه باحث على بغداد. البغداد هي ليس بالضرورة في صلب ذاكرته إنها هي على حافة الذاكرة يستقي منها وطريقة استقاء الذاكرة عند الفنانين تختلف عن الناس العاديين. الذاكرة هي ليست ألبوم صور إنما هو المخزون بالذاكرة هو ذرة من ذرات الماضي. الفنان والأديب يسترعي تلك الذرة ثم يبني حولها أشياء كثيرة ارتباطات كثيرة تعتمد على إبداعه على تجربته على انفعالاته فيدخل بهاي الذرة الصغيرة من الذاكرة. يعني هسه مثلاً أبو أمل مثلاً حصان عنكبوت مو سجل تاريخي هذا الأحداث تقع أحداث وبشكل مبدع يحوق حولها بكثير أمور ويرفع انفعالاتنا. فهذا مثلا يقول يعني هاي استداروا إلى شارع أبو نواس هاي من المركب فرأوا دجلة في انتظارهم وفي شمس أواخر آذار بدت دجلة بلون القهوة المخلوطة بالحليب. فهذه طبعا الارتباطات لا يمكن أن يسويها شخص عادي إنما لابد من وجود ذاكرة من نمط معين. مو كل الناس يقدرون يسوون هذا. العملية الإبداعية مثل ما قلنا طلب معرفة، المثابرة، إزالة الكوابح، الذكاء، تراكم معرفة. يعني مثلا قرابين الظهيرة من تقراها نلقي أن نقول هذا أبو أمل شنو مطير شي كان قبل؟ شو معرفة بأسماء الطيور وين تروح وين تجي؟ هاي لازم تجمعها لازم تبقى فترة تفكر بها القضية حتى بعدين تجمعها وبعدين تربطها بكل الأشياء الأخرى. فنانين أيضا نفس القضية الفن التشكيلي. يقول لك هنا التفاعل مع الآخرين هو أحد أهم شروط الإبداع. أكو ناس يقول لك لا الإبداع هي قضية فردية يقعد بغرفة واحدة وبعدين تطلع وياك فكرة. لا التفاعل جدا ضروري وهنا حلوة حكاية حلوة جبرة يقول مو صدفة أنه النقهة البرازيلي كانت النار اللي نضجت عليها قصائد عارية لمردان حسين مردان أو أباريق مهشمة البياتي مو مثل عمياء للسياب وقصص عبد الملك نوري وفؤاد تكرني والفن التشكيلي كله طلع من ذيك القهوه. دائما يحجون مع بعض يعني يتحدون بعضهم بالافكار فهذه التفاعل جدا ضروري لتوليد الافكار. النقطه الرابعه اضافه النقاط الثلاثه اللي حكيناها يختلف بها الاديب عن او الفنان عن العالم هي المجاز. القدره على استخدام المجاز. المجاز هو ان تربط بين شيئين مختلفين ولكن تجد علامه علاقه بينهما. يعني هو تقريبا هذا تعريف الابداع ايضا. يعني اذا شايفين البوستينو فيلم على بابلو نيرودا يعرف المجاز شنو هو المجاز وانت ذاك يحب وحده وما يعرف الشعر قال علمني شلون المجاز.
تقلع مثل تقول السماء صارت تبكي. ساعة بريد بابل قد بابل يرد. نعم نعم نعم. هذه طبعا سكارمينا اعتقد كاتبها. فيقول هذا السماء تبكي شنو يعني ما تبكي السماء؟ هذا مجاز يعني السماء اللي تنبض مثلا. يعني مثلا واحد يشوف هذا الثور المجنح. يعني علاقة شلون تعرف هذا مثلا بشر علامة الذكاء، جناح علامة الطيران والسرعة، جسم علامة القوة، خمس رجلين علامة الاستابيليتي الاستقرار. هاي كلها قضايا مجازية. فشلون تربطها هذه اذا عندك اماكن مختلفة من الدمار حتى تربط هاي القضية. هذا نصب الحرية، تشوف كثير شغلات من عنده، كل واحد يرمز الشيء معين، كلها مجازية. شلون ليش الاختلاف موجود هذا المجاز؟ الطفل من يولد، الطفل يولد اول 3-4 سنين من عمره تتكون عنده سينابسز ارتباطات عصبيه هائله لانه موجود امامه ملايين المعلومات لازم يكتسبها يسمعها يشوف يحسها بجلده كون هائل امامه لازم تكون عنده شبكه هائله من الارتباطات المخيه اللي هي اسمها السينابسز اللي هي مخزن الذاكره والتعلم يعني حتى هذا شوف هنا عند الولاده هنا 7 سنين يعني 3 مرات اكثر من البالغ ارتباطات زين هذا من يصير عمره 17 سنه يحتاج يكتسب مهارات جديده شو يصير؟ تشتغل مجموعه من القاصيص يسموها بروننج انزيمز بروننج انزيمز هي عباره عن خمائر تقطع الخلايا الفايبرات اللي احنا نحتاجها وهاي يوجهها جينات يعني جينك وجين يوجهها احنا نعرف الشخص اللي عنده شيزوفرينيا الدماغ ماله باقلها كونكشنز وعنده تغيير طفره بالجين سي 4 فدول الناس شخص عنده شيزوفرينيا تقول له والله انا شفت مره قلبها من حجر هذا ايش تصور بالفعل مره قاعده وحصوه هيك كبرها قاعده بصدرها ما يفهم معنى المجاز او قلبها من ذهب عباره كتله من ذهب مثقال خالي ما عنده يعني يعرف شنو ذهب معناها طيب المره الحصو معناها او ستون هارت اوف ستون معناها يعني معناها صلبه او قاسيه هذا المجاز يحتاج الى عده مناطق من الدماغ تشتغل ذاكره الشوك والسمع فبعد عمر ال 17 تبدي تقطع فاحيانا هاي الخمائر تقطع اكثر من اللازم فالشخص يفقد القابليه على التعرف على العلاقات بين الاشياء فيصير عالم فيزياء يعني عنده منطقة محددة كلش قوية تربط كلش قوي بس ما عنده كلش هواي خيال واسع بالجوانب الأخرى. أحياناً فعاليتها قليلة تبقى هواي علاقات موجودة بين الأشياء. يصير فنان يصير أديب هذا بس تعطي شغلة يلقي الألف وعلى العموم النساء الوصلات بها أكثر من الرجال اللي تبقى ولذلك شوفهم عندهم إحساس أكثر. إذن هذا هو أحد الاختلافات ما بين الأدمغة وهذه مثبوتة يعني اختلافات في كمية السينابتيك كونكشنز المسؤولة عن المجاز إذا صلب تبقى خيوط هواية ما مقصوصة الشخص اللي يسموه التشابك الحواس اللي يصيب 2% من الناس تشابك الحواس تجي سمع موسيقى ما يسمع موسيقى يشوف ألوان موجود عندهم جمعية بأمريكا يسمون يسموهم سينثيتيز ميوزك او سينثيتيز بينتينج فيجوال ارت تطي هذه يرسم تطي اغنيه داخل حسن مثلا تشوف الوان اخضر اصفر الشيء الغريب انه لما تحلل هاي الالوان وتحلل هاي الموسيقى تلقيها جدا متناسبه ومتناسقه يبدو انه الشفرات اللي تتحكم بالاحساس بالانواع الفنون لها اصل واحد مثل تشومسكي عنده يونيفرسال جرامر القواعد الشامله مال تشومسكي انه كل العالم ما اختلفت اللغات اكو شيء اسمه يونيفرسال جرامر قواعد نحو بكل اللغات تتحكم فيبدو اكو شفرات تتحكم في كل اللغات لها اساس بهاي القضيه السكان كثير من الناس عندهم قول ايام الاسبوع اعتقد يمكن اكو طريقه لهي الحاله قول ارقام شوفها الوان قول ايام الاسبوع ما يشوفها مندي يشوفها احمر لانه هاي الخيوط بين هذه وذيك ما تقطع فيبدي يشوف اشياء ويحس باشياء ما موجوده وموجود 50 نوع منها من هاي تشابك الحواس وانا اعتقد اذا اسوي تجربه حاليا يطلع في 2-3 من اعرف تشابك الحواس ما اعرف اذا موجود هذا السلايد اكو سلايد يسوي تجربه على الناس يقول منو منكم يشوف هاي اشوف عاده 3 من الحاضرين
عندهم تشابه حواس. موجود في نعم؟ ما اعرف اذا موجود هسه شو. باكر. اعتقد حتى ابو امل يمكن عنده تشابه حواس. تشابك عنده. الدليل على انه الابداع له اساس بيولوجي وتشابك الحواس له اساس بيولوجي والاحساس بالميتافور او المجاز الاحساس بيولوجي، انه بعض العوائل يعني خذ مثلا السنه العائله الفنان قاسم والفنانه العيبي مثلا اثنينهم اطفالهم متجهين نفس الاتجاه، مو بالضروره هاي القضيه اداريه قضيه يعني وراء تعلميه لانه يعلمون اطفالهم، لابد من وجود اساس بيولوجي حتى تعلم ابنك بعدين يصير مثلك، فلها اساس يعني وراثي. زين. واللي اكد عليها ايضا انه القضايا هذه مرتبطه الشعر والفن وكل الفنون لها كودز محدده شفرات محدده، اغلب الفنانين يعرفون يكتبون الشعر واغلب الشعراء يعرفون يرسمون. يعني هذه الصوره يمكن غير منشوره الشاعر مظفر نواب. مظفر عنده عدة لوحات راسمها. هذه جبرة إبراهيم راسمها. فأغلب الكتاب والفنانين يرسمون أغلب بالعكس يعني. الجانب الآخر هو الجانب الوراثي. موجود جانب وراثي أكيد حجمه غير معلوم بس أكيد يتحكم في عملية الإبداع الفني. تعرفون الجسم بحوالي 25,000 جين مسؤولة عن صناعة بروتينات معينة. وهو التفكير والذاكرة بروتينات يعني. فكثير موجود بعوائل معينة، شلون نعرف احنا مثلا عندك توم متشابهين من نفس البيضة. واحد يعيش بالقطب الشمالي، واحد يعيش بالقطب الجنوبي. من الطفولة. كليا ظروفهم تختلف. تشوف بعدين تقيس إمكانياتهم على تذوق الفن أو الأدب أو إصابتهم بالأمراض. اللي يصيبهم معناها بالأساس هذا يعني وراثي. يعني مثلا بعض الامراض يسموه كونكوردنس ريت، معدل التطابق. اذا معدل التطابق عالي معناها المرض وراثي لانه بيئتهم مختلفه كليا. اذا معدل التطابق ناصي معناها قضيتهم بالغالب قضيه بيئيه. فعند الفنانين والادباء التطابق عالي. وطبعا موجود كثير من الطفرات الوراثيه اللي تسبب حصول اختلال في الابداع سواء ايجابي او سلبي. يعني بعض الناس يعني الطفرات الوراثيه يعني هو التفكير جدا محدود ولكن امكانيته على الخيال وعلى الرسم شاسع. فبالشعر العربي مثلا اذا تاخذ لي حتى بين شعراء مثلا تاخذ لي اراك عصي الدم وشيمتك الغدر الا الامل الهوى نهي عليك ولا امر حمداني مو بلا بل شيء بل لوعة ولكن مثلي لا داعي له. طيب هذا يعني عصي الدم أو كلاس عصي الدم مو بس ما يبينها يقول لك أنا ما بينه هو عصي الدم يعني إحنا نسميه جلد. زين تجي تروح على ابن زيدون الأندلسي وعلاقته مع ميادة بنت المستنفي هذا يقولها أضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانا بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوق اليكم ولا جفت مآقينا يعني عيوننا ما جفت من البكاء عليكم. اذا هلاك وين؟ وهذا وين؟ هذه ايضا علاقه بطريقه البناء مو بالضروره قضايا مكتسبه، العلاقه ايضا بقضيه الوراثه والتفكير. طيب ثم نجي على الجمال الفني والادبي وعلاقته ب بالميكروفون الشفرات الداخليه بالجسم. يعني الشفرات الداخليه هذه يعني هواي ناس اتذكر مظفر نواب قال لي مره كان طالع من السجن بالستينيات وده يزين وخال شريط مال تشايكوفسكي بحاله البجع كان طفل قلت له عباسي نزل الحراره بدي اشوف الناس محترين شوي نقدر؟ فيقول شندا زين اكو طفل يعني عمره اسابيع نايم على المهل ماله فعلى تشايكوفسكي يقول اصابيعه تتحرك مع النغمه بالضبط يعني مثل النغمه هيك تصعد تنزل فموجوده كودز معينه شفرات معينه بالدماغ الفنان المبدع والاديب المبدع يقدر يناديها يقدر يستدعيها يقدر يشغلها. يعني انا وعماد ذكر كلمه كنا رح نزور
هذه طواحين هواء مال دون كيشوت. فعماد ذكر كلمة أنا ما سامعها قبل، بس كلمة بالفعل معبرة، يقول هذه، قال لي التعشيق وين يصير؟ قلت له ما أدري شنو. قال لي شوف هذا، هذا يجي من فوق، هذه تفتر هنا من فوق، هذا تفتر، هذا العمود هناس التعشيق، يعني هذه وهاي داخلون فرها. التعشيق شنو يعني؟ يعني هذا السن يدخل بهذا، وهذا السن الثاني يجي، السن الثالث يجي. فالتعشيق هي عملية مستمرة وليست عملية يعني مثل أنا قبل كنت أمثلها للطلاب وأقول لهم العملية الإبداعية من شوف لوحة زينة أو موسيقى زينة عندك مفتاح تخليه بالقفل. هذه أكثر معبرة عن مفتاح القفل، لأن قضية مستمرة التعشيق. أنا أعتقد الفن الجميل هو الفن الذي يستطيع أن يكون يعني يحفز عملية التعشيق، إنه الفن هو الفن هو هذه الفوق والدماغ هو هذه. طيب شلون هذا التعشيق شلون يصير؟ شنو أسباب أنت تشوف لوحة حلوة تعجبك؟ ليش؟ أكو واحد يقول لك أنا ما حكي خزعبلات، أنا ما عندي إيمان لا بالفن ولا بالأدب. لا، أكو عدة أسباب. واحدة قسم الأسباب وراثية. أعطيكم مثال، هذه صورة سواها قبل كم سنة سايكولوجيست، سواها جاب ناس شوفهم هاي، قال لهم شوفوا لي ياها أحلى من الأخ، هاي أحلى له هاي، هاي أحلى له هاي. هي واحدة أغلبهم قالوا هذه أحلى من هاي وهذه أحلى من هاي. صح، ماكو سبب. شو السبب؟ نفسهم هي نفسها، ها نفسها نفسها، بس كل ثلاثة أربعهم قالوا هذه أحلى. طبعا لازم تشوفون صورة أصلية حتى تحكمون. تبين أنه هذه الحدقة مالتها متوسعة أكثر، هذه حدقتها متوسعة أكثر. الحدقة من معالم الجمال لأنها مرتبطة باليقظة الجنسية، توقظ الجنسي، ومرتبطة بتغييرات أخرى بالجسم بسبب مواد كيميائية، يعني شكل الشعر، الجلد، العضلات، البوستشر، كل هذه تكون جزء من العملية. فالمرأة تكون أجمل لما تكون عندها توسع بالحدقة. ولذلك قبل كانوا يستخدمون هاي العشبة اللي هي اسمها بلادونا، النسوان يخلوها بعيونهم مثل هذا الشيء فوق، يروحون الحفلات حتى يوسعون حلقاتهم. حتى النبات هذا اللي هسه تطلعون من عنده ادويه كثيره يستخدموها، اسمه بلادونا، يعني ست الحسن. هذا البلادونا يستخدموه حاليا للتشنجات العصبيه والعضليه. فبقت فتره طويله النسوان يخلون هذا يروحون الحفلات، بس لما نوسع الحلقه كثير تصير الصوره مضببه. فبعض النسوان قاموا يعني يروحون للرياجين يستردون ازواجهم، يروحون برا يطلعون بدل ازواجهم. ما اعرف هو حجه لو صدر، بس يعني اخير شيء من عمره يسموه فيتال اي شيد، لانه يقتل، يصير اسهال والم وكذا وكذا. بس حاليا موجود، لا تحط في عيونك، بس عيونك تطلع قطره من هذا، موجود لحد الان. القضيه الثانيه اللي هي مسؤوله عن الاحساس بالفن والادب اللي هي وراثيه، ما تعرفها اصلا، ما تحكم بيها. من نشوف صوره، يعني هي صوره ثنائيه ابعاد مو ثلاثيه، هذا بعيد وهذا قريب، شو ما ادري هو من يقول لك مو ثلاثيه. الدماغ بشفرات، الصوره القريب عليك كبير والبعيد عنك صغير، انت ما تحس بيها، ما تفكر بيها، يعني هاي ثنائيه ابعاد على الورقه، شو ما ادري هذا كبير ولا صغير، هاي بالدماغ، هاي اليه دماغيه، ما تقدر تسوي شيء. طبعا الفنانين يستخدموها. الفنانين حسب رأي علماء الأعصاب إنه هم أطباء عصبية ماهرين بدون أن يعرفون، لأن يعرفون بالضبط شنو هي الأمور اللي يستهدفوها بدون ما يعرفون آلياتها. والدليل قولوا له الدليل إنه هذا بيكاسو دا يرسم الحمامة السلام. طيب شوف هاي حمامة السلام، يعني شنو هو اللي يخليك تقول هاي حمامة السلام؟ يعني إذا شوف حمامة حقيقية اكو بيها خطوط؟ هاي اجيب لك هسه فختيه هي تخليها، ما بيها خطوط. شو معنى هذه لما الخطوط تقول لك هاي حمامه؟ يعني صعبه هاي الخطوط. هذه يعتبر اهم اكتشاف بالجنس البشري من فتح امامنا افاق رحبه للتمتع بالفيجوال ارت اللي هو الفن التشكيلي. ما نعرف من هو اللي صار اول خط باي كهف وقبل كم الف سنه، بس لا شك هذا الشخص فتح امامنا ابواب واسعه للثقافه البصريه. بالدماغ تبين ان الخلايا اللي انا اشوفكم هسه ماكو خطوط، اشوف منطقه ظليله ومنطقه مغيره، منطقه كيرف ومنطقه عدله. الخلايا بالدماغ اللي تتحسس للظل هي نفس الخلايا اللي تتحسس للخطوط. حتى القرود العليا، حتى الاطفال اللي هسه جابتهم امهم تشوف الشيء بصوره ما كذب يقول لك هذا كذب.
بالدمار صار لي الكول انه الخطوط هذه تعني اشياء، هذا يعتبر اكتشاف بشري مذهل. ومو بس هيك، سمير زكي استاذ النيوروستاتكس علم الاعصاب التجميلي في لندن اثبت انه بالدمار موجوده خلايا، كل خليه مسؤوله عن استيعاب او استقبال خط معين. يعني مثلا الخط، اقول لي هاي الخليه لما نخلي الخط عمودي الكهربائيه مالتها زادت وتحفزت وصارت طبيعيه، بس مياله شوي شوي راح تروح راح بيّنها بالزايد صار هيجي خفتت ما بيها بعد فعالية، لأن موجودة خلايا تتحفز بالخطوط الشعبولية، واحدة تحفز الخطوط العمودية. شيء مذهل هذا. موندريان من كان بني ماكو رسم هاي اللوحة، شو اسم هاي اللوحة؟ بوغي بوغي. فهذه الخطوط طبعا هي لما نشوفها بتحس انها مو موجود في التنشن على الاطلاق. شيء سببها انه هي هاي المربعات اللي استخدمها، هي كل هاي المربعات موجوده خلايا بالجزء الخلفي من الدماغ تتحسس فقط المربعات. يعني لو مسويها شيء اشكال اخرى ما كان حصل على نفس النتيجه. النقطه الاخرى للابداع هي هذا الكم الهائل من المعارف المخزون فيما تحت الوعي. هاي الادب والفن هو حول الاحساس وليس حول العقل. أهم جملة هذه إذا تطلع منها المحاضرة، هاي الجملة تعرفها: الفنون والآداب لا تحاكي المنطق والعقل إنما تحاكي الأحاسيس. يعني فرويد بزمانه، يعني مثلا هذه منين جابها المقالة؟ من هو هذا؟ عارف نقيب شرهان؟ تعرفون نقيب شرهان؟ حتى نقيب شرهان كم يعني شرطي امن ومعروف باستخدامه لعقله، كان يعتمد على الحدث ماله من يروح يفحص المساجين. الحدث في احيان كثيره يعطيك بصيره اكثر من التفكير بالعمليه، لان احنا ملايين السنين ايش نستخدم؟ الحدث. هذا الفكر ما نجي صار لما نجي، يعني الفكر التجريبي عمره 500 سنه. والفكر العادي المنطقي وهذا صار له من اصل 200 الف سنه عمره 10000 سنه. مو 15000 سنه. احنا مئات الالوف من السنين، ملايين السنين نتصرف وفق الحدث. الحدث يعني باكر موجود بالغابه انت وتشوف ورا الاشجار فبقعه رماديه وبقعه رماديه ثانيه وبقعه رماديه ثالثه وصوت. شو تسوي؟ تنهزم. هذا يمكن حيوان مفترس جاي. اذا تقعد تفكر وتسوي تحليل منطقي واحصاء، هذا يمكن هوى، ذاك يمكن نقطه ما ادري شنو. تكون انت الجينات مالتك ما راح توصل لنا. فالحدث فرويد يوصف العقل انه 99% جوا و1% فوق. هذه مثلا انت تجي تشوف هاي اللوحه، ما تجي تحللها. اللوحه البديعه ما تحتاج لها وصف. الوصف اصلا يفسدها. هذه مثلا لما تجي اللوحه اكو واحد يشك انه هي هذه على وجه تعبر، يعني مثلا كثير عندك فد شيء بس ما كذا، ممكن الناس يختلفون في الانطباع اللي متوفر عنها. فكل لوحه بها تعطيك فد شيء، اكو لوحه تعطيك صخب، اكو لوحه تعطيك احساس بالجمال من زاويه اخرى، تعتمد انت ايش موجود عندك بالدماغ. فالحفظ يختلف عن الابداع ويختلف عن الفن، اكو ناس تحفظ. اكو ناس تعطيه قصيده من فوق لجوا يحفظك اياها ويروح، بس ما عنده احساس بالفهم. اذا تجي الامراض والكثير من الامراض والمواد الكيميائيه اللي ياخذها الشخص تزيد من اعتماده على الحدس، تقل من اعتماده على الفكر. هذه مثلا ابراهيم بوهرجي عنده قصيده حلوه يقول: وانت تسعى الى الشعر عليك ان لا تاخذ معك دليلا، فهو ما تتلمسه لا ما يدلك عليه احد، ولا تنتظر منه هبة ولا احتفاء، لأنك ستفسده بالجلبة والجدال. الجدال يفسد الفن. هو صوتك أو موتك الذي ينفرد بك في المتاهة والسؤال. ففرويد لما قال اللاوعي هو اللي يتحكم بسلوكنا، كان تبسيطي جدا، انه عواطف جنسية مكبوتة المجتمع لا يتقبلها، تنكبح تتحكم بسلوكك، تخليك تزلت لسانك هنا حكاية هنا حكاية. هذا هو بس على الاقل اشار انه سلوكنا كثير من عنده نتيجته هو اللاوعي. حاليا نعرف هواي اكثر مما كان يعرف فرويد
انه مثلا قبل 30 سنة اقول لا وعي معناها هذه الطبقات السفلى من الدماغ. حاليا نعرف انه حتى القشرة المخية نفسها احنا حاليا قاعدين مو هيك 400 جيجا بايت بالثانية تدخل الدماغ. بصر، سمع، جلد، لسان، شم، امعاء، قلب، هاي كلها معلومات تصنف وتخزن بدون علمك. 2% منها يطلع من المنطقة الواعية، البقية موجود ممكن أن تستفيد منه وتستدعيه لغرض روائي أو فني، وأنت أصلا ممكن تعرف أن هذا الشخص شيء موجود عندك، ذكرى قديمة. هذا القضية. عالم جديد، عالم بفرنسا، شوفنا بدقة شو يصير من تتحول الفكرة من اللاوعي إلى الوعي. طبعا قبل هذا المبحث كان محرم لأنه ما بي نتيجة، هسه لا، هذا النوع من العلوم موجود. بس شوفنا هذا، قال مثلا شوفك صورة، الصورة هذه أشوفك صور كثير وتروح. أسألك ورا شوية، أسألك عليها ما تتذكرها، يعني خزنت بس ما تتذكرها. بس إذا أريد أشوفك إياها لفترة أطول وتخزن عندك، شو يصير بالدماغ لما تخزن هذه القضية؟ فشاف إنه إذا الصورة تمر بشكل سريع ورا 300 ملي سكند تختفي، إذا تشوفها فترة طويلة ورا 300 ثانية تتضخم 10 مرات ويبثها إلى منطقة هنا اسمها منطقة البث، وذيك بثها مناطق الوعي. إذا عرفنا بالضبط كيف يحصل الوعي، تجربة سووه، جابوا صور مختلفة مروها على واحد قاعد فولنتير، هذه الصورة، هذه الصورة، هذه الصورة، قسم من الصور ربطوها بمحفز مالي، هاي الصورة مال المرة اللي تبيع جيمر عليها 20 دولار، هذا واحد يزرع، هذا واحد يقراكم بالسيارة، هذا واحد يدق موسيقى عليها 20 دولار، هيك بسرعة. فخلصوا، ما يتذكر هو أي وحدة، عدد كبير من الصور ما يتذكر أي وحدة ربطوها بفلوس وغيره، بس لما نجوا قالوا له أي من اللوحات التالية تفضل، خلوها كلها قدامه، فضل اللوحات اللي مرتبطة بالفلوس بدون ما يعرف هو أصلا أي وحدة مرتبطة بالفلوس. إذن معناه صار تصنيف ووعي بهاي العملية، هاي تثبت إنه الأمور تيجي تدخل عندنا ما تطلع، تبقى تتحكم كثير من الأشياء اللي نسويها إحنا. من أكبر التحديات العلمية والفلسفية هي كيفية نشوء الوعي وكيفية تكاتف الخلايا العصبية لإنتاج شيء مثل الهوية. طيب، الوعي يتحكم في طريقة إحساسنا. كم واحد من عندكم يشوف هاي الصورة، يشوف مرأة كبيرة في السن بهاي الصورة؟ كم واحد يشوف مرأة كبيرة بالسن ويعني واحدة اثنين بنفس الوقت؟ كم واحد منكم يشوف البنية الصغيرة بالعمر اللي هي هذه؟ أنا أشوف الطفلة هذه. كم واحد منكم يشوفهم اثنينهم مو بنفس الوقت؟ اللي يصير إنه طبعًا إذا ممتع إذا مش عارف يقبل هاي الصورة، ناس تشوف المرأة الكبيرة بالعمر، بس إذا تعلمهم يشوفون هاي المرأة وهاي المرأة بالمستقبل بيشوفوها يعرفون بالضبط شلون يشوفون اثنينها. ينفتح طريق عصبي جديد بالدماغ يربط بين الصور. ليش اكو ناس يشوفون هذه المرأة واكو ناس يشوفون هذه المرأة؟ هي نفس الصورة نفس العين، لانه النظر يتم بالمخ، تجربة دماغية. زين، عندنا بعد، زين عندنا بعد 15 دقيقة. هل ان مهمة الفنان هو ان يصور الواقع؟ بعد ابو سامر شيل الكاميرا مالتك وخذ صور وروح بيع المتاحف. يعني هي الفنان مهمته هو أن يصور الواقع كما هو؟ لا. إذا شين هي مهمتها؟ يعني الطبيعة جميلة وفيها أشياء جميلة جدا، بس ها مو مهمة الفنان. يعني مثلا هذه رسومات منهم؟ طيب هذه رسومات رائعة، إذا يجي واحد ويدخلها للمنطق يقول شنو هاي الشغلة هذه؟ الجاب هادي على هادي، وهاي الغيمة طالعة من المنهارة، وهذا ملابس الشيء، لأن ندخل المنطق بها أفسدت كل الأمور من فوق دي جوا. المنطق والعقل ما له علاقة، هذه تخاطب الأحاسيس. من نشوفها أنت الهادي هذه بها، وهذه ينطبق بالمناسبة على كل أنواع الفنون. يعني حاليا تأخذ الشعر، الشعر العرب كانوا بسرقتهم يكون شعر، الفراهيدي جوا فترة طويلة قال أكو شيء، ليش هذا الشعر كلش حلو؟ شلون كلهم بيسووا بالطريقة هذه؟
استنتج البحور 16 بحر ما شعر، قال هذه معناها اكو طريق، اكو كود معينه، مو كل واحد يحكي بكيفه. طلع الكودات سوى البحور. بعدين من بعد 1000 سنه اصبحت هاي البحور عائقا امام تقدم الشعر، لانه اصبحت قوالب جاهزه، فبدا الشعر الحر. بعدين الشعر الحر صار عائق، بعدين طلع ادونيس قال خلينا نسوي شعر النثر. اول مره تخلوا عن البحور، بعد شعر التفعيله، بعدين خلوا القافيه، بعدين اذا اخذوا المسرح. المسرح القديم اللي هو المسرح الحربي كل السيوف وكذا. شوي شوي تطور اجى مسرح الاختراع. بعدين مسرح اللا معقول. كل ما تبتعد عن الواقع كل ما تعطي ايحاء للمستمع والمشاهد ان يكون هو جزء من اللوحه. هو يفسرها يكون هو جزء منها. وهذا هو اللي يخلق عند الدوبامين. اها هاي شنو؟ اما تجيب له صوره عاديه وتخليها امامه سهلت الامور عليه كثير. اذا ما هي الحقيقه العظمى او الجوهر اللي حاول الفنان يبرزه؟ شنو هي؟ يعني الفنان الحكي هذا كله فلسفه، يعني والله شنو؟ الفنان ما يعكس الحقيقه بس يبرز فد شيء جوهري بيها. هذا حكي مال الفنانين ومال الفلاسفه بس مو مال العلماء. بالعلم شلون نفسر هاي الظاهره؟ الفن الحقيقي والادب الحقيقي يثير بيك مشاعر مو بالضروري تعرف شلون توصفها. يعني مثلا هسه شيء يلاقي هوى في نفس المشاهد. يعني مثلا اذا تريد تطلع على مثلا زمن داعش تقرا كتاب موجود كتب كثيره على داعش مثلا هيثم المناع، عبد الباري عطوان. بينما تريد تحس سوى داعش اقرا سيدات زحل الروايه مثلا تعطيك احساس صار بالمرض زمن داعش مثلا. اذا تريد تقرا شو تسوي الدكتاتوريه في بلداننا اقرا سيد الرئيس او قصور الرئيس عبد المحسن الرملي. اما اذا تريد تقرا كتاب تاريخي العراق بالاربعينيات الركود اللي اصاب العراق الاقتصادي بعد الحرب العالميه الثانيه. اذا تريد تقرا عن الركود اقرا علي الوردي المجتمع العراقي. اما اذا تريد تحسه غير طعمه فرمان. ماكو غير طعمه فرمان ابدع في وصف المجتمع العراقي بالاربعينات والخمسينيات. ونفس الشيء يعني هذا ينطبق على الـ 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 الاخرين. اذا هاي اللوحه مثلا من نشوفها بدون ما تحللها اكو صخب بها. صخب غير طبيعي. ما يحتاج تقول لي هذا وين رايح وذاك وين جاي. فاذا شنو هو اللي يخلي الناس تحس بهذه القضيه وليس تفكر فيها؟ يعني انا خابرت ادونيس العام الماضي قلت له ادونيس انطيني فد شيء بالشعر يعني احساس. انت تعرف المبتدئين بكتابه الروايه مثلا يبدي يوصف اول بالرسم يبدي يرسم مثل ما هو. كل ما تبتعد تكون اعظم. يعني مثلا هذا السلايد اذا تريد انت تجي بالفعل تقرا عن الآشوريين والأكاديين روح مثلا أي كتاب من كتب الماجدي خزع الماجدي وبي معلومات دقيقة. بس لا تحس هالعمليات فلا يوجد بديل من إنتاجات أستاذ قاسم. هذا هو الثنائية الألم والأمل اللي مرصوفة بالطريقة. يعني الألوان هاي مش صعوبة لشخص أن ينتج هكذا لو أشوف الأصلية. فقلت له ألوان يسطيني شغلة قل دز صفحتين بخط إيده واحدة منها هذه مال راكع عصي الدمع. قال لي تكاد تضيء النار بين جوانحين اذا هي اذكتها الصبابه والفكر. يعني هو يوصف احساسه ما يوصف بالضبط. كل ما توصف الاحاسيس اكثر كل ما تكون مؤثر اكثر. وشلون نعرف احنا القضيه هذه وصف احاسيس؟ نسوي الام ار اي هذا نسوي التخطيط نشوف للشخص اشياء مختلفه ونشوف اي منطقه بالدماغ تتقد الاحاسيس تختلف عن التحليل المنطقي. وخذ لي هاي الرواية الأخيرة أحلى رواية قريتها بالسنة الماضية اسمها ركشينة السيد اللي ألفها سلمان كويش. سلمان شو يقول؟ هذا حب وحدة ويتبعها بتعدس بتمشي هي. يقول كانت مقطوعة قطع جسد من جزئين منفصلين تقريبا لولا خصر كأنه قنطرة بين جنتين. صور وفي حوضها اتساع مقوض للفكرة الصوفية بالاكتفاء. دير بالك زين. عبرت نحوها وسرت خلفها. هل جربت السير خلف امرأة مكتنزة لا يفصل بينكما غير حيرة الممكن والمحال معا؟ هذه ما تلقيها كتاب تاريخ او كتاب جغرافيا او كتاب فيزياء. هذه لوحة. لو كان هو يعرف يرسم كان رسمها لوحة.
ومثل ما قلنا بالنخلة والجيران غاط المفروان يبدأ في وصف العملية. بعدين يجون النقاد. النقد كلياً وظيفته تختلف عن الفن والأدب كلياً. يستخدم الجزء الأيسر من الدماغ. يجي ناقد يقول لك هذه النخلة والجيران تمثل ركود الاقتصاد العراقي بالحرب العالمية الثانية والناس بدأوا ينتحرون وموت وطاعون. كلياً مختلف عن وظيفة الفن. هذا نقد أدبي. معنا بعض الناس هم نقاد هم كتاب. كل الأمور اللي إحنا نشوفها دماغنا يسوي لها صور. بس هاي الصور مو بضرورة تكون مشابهة للواقع. إحنا دائماً نكملها. نضيف لها نحذف منها تختلف. يعني جشتالت هاي المدرسة كانت حقيقة التفاصيل لا تساوي الكل. يعني أنا أعطيك مثال هسه كلكم تشوفون هذا مثلث مو هو ما موجود أصلاً هيك مثلث. يعني أنا بس أدير هذه بس أدير هذه الصفحة الأخرى هذه أدير الصفحة الأخرى ماكو مثلث. ومو بس هيك واحد يجي يقول لي مو بس مثلث يا بل هذا البياض ماله أبيض من هذا البياض. يعني يشوف مثلث ويشوف فوقه بياض اكثر هو ما كله مثلث ولا بياض هو هذا كله دماغك. الدماغ يرفض الامبيجيوتيز يرفض الغموض لان الغموض قاتل مثل الانتظار. فانت تجي تحاول ان تكمل حتى تنتج معنى وانتاج المعنى مهم لديمومه البشر سواء من ناحيه البقاء او من ناحيه الاستمتاع. زين هسه اسالكم هذه طبعا قضيه اثارت جدل واسع ب 2015 كثير من الناس طلقوا نسوانهم وكثير من الناس عاكوا من وراها صارت فوضى كبيرة بالعالم. مرة قالت أني أردشت بنتي راح تتزوج فمشتريه فستان وأخذت له صورة زين راحت شوفت بنتها والعريس المستقبلي قالت له هاي الصورة كل واحد شاف شكل زين. هسا أنتوا أريدكم أي كم بس أريد يرفع أيده اللي يشوف هذه الخطوط ذهبية وما بينها أبيض بس يرفع ايده اللي يشوف الخطوط الذهبيه وما بينها ابيض. واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سبعه زين ثمانيه. اي واحد منكم يشوف الخطوط لا سوداء ونيليه يعني بلو اند بلاك زين جربوا الطرفين يعني يمكن واحد منكم يعتبر الثاني اكو شيء بعد لانه العوائل اللي في التلفزيون قاموا يتخانقون هذول كريزي شنو ايش تحكي انت ولا كل شيء. فانتم حاليا حاول اللي يشوفها هيك ما اعتقد تقدرون تشوفها بطريقه اي هذا زرقاء زرقاء اي بس هي الرصاص مال البياض زين. هذه شلون شوفوا هذه هسه انتم زرقاء وهذه جو يسلط الضوء عليها فطلعت اشكالها الحقيقيه. هذيك كانت ما تعرف انت عليها ضوء ولا ما عليها ضوء بس الفستان واحد صغير. دكتور الماي عفوا زين هذه هنا انتم شو تشوفون هذا اي مشابه له بي لو مختلف عنه؟ مختلف اللون نفسه هذا الدماغ سواه هيك حتى يخلق معنى من عنده سوالك هذه وخلالك الظلال لان هاي مختلفه فالدماغ افترض انه هذا يجب ان يكون اسود حتى يكمل الصوره. اذا تربطه يجمع بعض وتروح تزورها تطلع غير شكل غير شكل يعني صدقيني الكتاب شوفيه تطلع غير شكل صعبه بالصدق زين. فهذا اللون هذا اللون نعم هو اكو ظلال يعني اكو تغيير بالموضوع فهو ما سبب عمليه تخيل يعني الظلال اللي موجوده هي فعلا بنجلونيا. لا هو كل واحد يشوفه شكل نحكي على هاي ما نحكي على هو شنو بس كل واحد يشوفه شكل. فتجي على هذه الفستان الباك جراوند هذه كثره الاضاءه وقله الاضاءه الباك جراوند هي اللي تخلينا نشوف الاشياء كما هي. يعني هاي الباك جراوند القويه خلتك تشوفيها الاصفر هاي الباك جراوند اخرى خلتك تشوفيها بشكل اخر. اذا كان ال الفستان تحت إضاءة جدا عالية يشوفوا أزرق، إذا كانت تحت إضاءة قليلة يشوفوا أصفر. طالما أنها ما مذكور بالصورة هذه أي إضاءة، الدماغ راح يسوي افتراض. هو حاله. أنا افترض أنه هذا هيك صاير. دماغ اللاواعي، إذا هذا شكله. شوف القضية شلون تصير؟ هذا شلون؟ نموذج. نفس الأول. زين. كيف يؤثر الفن في البشر؟ يعني هذه الصورة. شلون تأثر هيك؟ جرنيكا تأثر على الإنسان لا تشوفوها تزوروها بمدريد فالصورة هيك هيبة هيبة يعني مثل فحل التوث البستان هيبة تعرفون شنو فحل التوث البستان؟ ما في ثمرة هيبة
فليش ليش هذا يأثر؟ ليش هذا تأثر ليش ما تأثر؟ راح أعطيكم شيء لأن هواي ناس يقولون أنت بتحكي عن الأدب والفن، هذا أصلاً مو قضية علم، هذا قضية تروح الأدباء الفنانين. إيش مدري أنت إيش يصير في الدماغ؟ أعطيكم تجربة بشوف ليش إحنا بشكل لا واعي لا إرادي نشوف صورة تلاقي هوى في نفسنا، أو نقول هذا قضية. بالطب أكو مرض اسمه دوشين، هذا مرض بنقص بالبروتينات، طفل صار 4 سنين ما يقدر يمشي، 10 سنين يصير على الكرسي وبعدين 20-30 سنة يموت. نقص بالبروتين اللي يغذي العضلة. العلماء ما يقدرون يسوون هواي تجارب على البروتين، البروتين كبير والجين ماله كبير. فسووا قالوا احنا راح ناخذ البروتين كبير ناخذ 10% من عنده النقاط المسؤولة عن فعل البروتين اللي هي الجوهر. خلوها مع بعض طلع بروتين صغير إلى نفس المفعول وبدأوا يسوون عليه تجارب. إذا هم استخلصوا الجوهر واستخدموه، أغلب الأمور الموجودة بالطبيعة وبالجسم بها جوهر. فهو ما أخذوا الجوهر، شلون الفنان يستخلص الجوهر؟ هذه تجربة علمية توضح شلون الفنان يصاب الجوهر. هذا أستاذ حاصل على جائزة نوبل سوى هذا، جاب أنتم شايفين السيغلز اللي هي شو اسمها النوارس هذه البول. النوارس هي مادة للخطاب الأدبي أيضا، يعني فالعالم مملوء بالليل فكيف تعاتبني فأتو، هل تاب النورس من جناحين من فعل جناحين مكسورين أم مغفر نوار. هذه النورس اول ما تفقس الاطفال من عندها يروحون راسا يدقون على 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 هاي النقطه الحمراء حتى تعطيهم اكل راسا، يفقسون يروحون بدون علم بدون كل شيء دق 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 منقارهم يطلع لهم اكل. فهذا يجي يسوي تجربه قال شنو اللي يجيبهم بالضبط. جاء سوى تجربه جاب نورس راس مال نورس ميت فقاموا يدقون عليه يروحون جاب خشبة وخلى عليها نقطة حمراء همين قوي يحسب عدد النقرات 1-2-3-4-5 بعدين جاب بس منقار خلى عليها نقطة حمراء همين قوي يقولون 1-2-3-4-5 جاب منقار خشبي بس عليه 4-5 نقاط حمراء احتاجوا they went crazy قاموا يكون 20 دقيقة 4 مرات أكثر. هذا هو أولا اكتشف الجوهر اللي هي النقطة الحمراء مو أي شيء آخر، ثانيا ضخم الجوهر ضخمة تزيد الفعالية الدماغية فيصير الإحساس بالمتعة والشبع. فهذه تجربة أسهل سواء واحد كاليفورنيا اسمه راما تشاندران جاب فيران وخلالها أكل، إذا الفارة تروح على المربع ما يمضيها أكل، إذا تروح على المستطيل يطيها جبنة. السواء هذا بعدين طول المستطيل قامت تفضل وتحب المستطيل هذا على هذا، قام تركض بسرعة يعني اكتشفت شيء اسمه الاستطالة وليست الأكل، والاستطالة هو المغزى وهو الجوهر اللي احنا ما نشوفه. فلو افترضنا انت هذول السيغلز النوارس هذول افترضناهم هذول جيبهم متحف وجيبهم صور موجودة مختلفة عليها نقاط مختلفة حمر، هذه مرسومة هيك هذه مرسومة هيك مختلفة، هذول النوارس يشترون لوحات هاي $5 مليون بدون ما يعرفوا شنو القصة. هذه لأنه شيء اسمه جوهر. الجزء الأخير من المحاضرة هو شلون العين والآليات الموجودة بالعين تساعدنا على فهم الإحساس بالفن. هذا مثلا العين الضوء يجي للعين وبعدين يروح للدماغ، واكو مخاريط تحلل الألوان مالته ويروح للدماغ. اكو بالنص منطقة بها 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 مستقبلات تحس اللون اسمها كونز، ومنطقة محيطية تحس فقط الأسود والأبيض روز. إذا المخاريط اسمها المخاريط والقضبان، المخاريط صار كلش حارة نمو يا جماعة. فهذه المنطقة هي المنطقة اللي بيها مخاريط حساسة للون وللدقة، هذه بيها القضبان المسؤول عن الأسود والأبيض والأشياء اللي بعيدة مو جدا دقيقة. شوف هاي راح تفسر لكم ليش تشوفون لوحات قسمها جميلة غير جميلة، أعطيكم أمثلة جدا جدا جميلة. طبعا هاي تروح للدماغ والدماغ يحللها ويفسرها، والدماغ بعدة مراكز وعدة خلايا وعدة طبقات. هاي واحدة من الخلايا اللي الدماغ ب 100 بليون خلية. تيجي على الموناليزا مثلا الابتسامة مالتها منين جاية؟ يعني هذه يا ما دراسات عليها وأشكال، هسه من الناحية العلمية نعرف الابتسامة منين جاية. احنا قبل شوية قلنا العين بالمركز لما تركز على الشيء انت تحفز الفوفيا اللي بالمركز اللي بيها هي المخاريط
مسؤول عن اللون والدقة. المنطقة المحيطية بها قضبان أسود وأبيض عادة أفضل من اللون، والأشياء الخشنة coarse features، أكو fine features coarse features. فهذول سوى طبعا زمان دافنشي كانت مدرسة اسمها fumato fumigation الغبار، إنه ما ينتقل من مرحلة لمرحلة بشكل حاد transition very soft transition، وسوى طبقات طبقتين ثلاث طبقات أو فالطبقات الجو الجلد تعتبر إحساس coarse features، إحساس ليس دقيق. اللي الفوق تعتبر إحساس جدا دقيق. فإذا أنت تحدق بأنف الموناليزا إيش تستخدم؟ تستخدم المخاريط اللي هي تحسس الدقة، تبدي تشوف تفاصيلها بس ما تشوف الأشياء العامة. إذا شوية تشوفها بطرف عينه تبدي تستخدم الرودز اللي هي تحسس الأشياء الكورس فيتشرز اللي هي الطبقات السفلية للصبغ واللي هي العضلات. عضلات الوجه المناسبة هي عبارة عن ملامح عامة وليست دقيقة، هي من وظيفة القضبان وليست المخاريط. فالمطبع هيك عليها الظلال موجود هنا يرفع هاي الزاوية فتبدو لك ضاحكة، بس المطبع عليها بعينها هيك بمركز الضحكة تروح، تركز على ما هو دقيق. حتى بالعلم البشر إذا أنت تريد تقرأ إيحاء أو بصمات وجه زوجتك أو حبيبتك أو صديقتك وهي تريد تقرأك، من الأفضل أن تنظر إلها في طرف عينك وليست في عينها مباشرة. نظر عينها مباشرة راح تشوف عيونها الآن في الوجه، بس ما راح تشوف facial expressions. لأن facial expressions تحكم بالعضلات هذه 15-20 عضلة. لما تشوفها بهاي الصفحة يشوف الكورس فيتشرز، يشوف الانفعالات بشكل أوضح جدا. إذن هذا هو الفرق، سلم عليه الطرف عينه حاجة. وهذا فصلها تفصيل كيف الصورة العادية وكيف الصورة مباشرة أو الصورة الجانبية. هذه وحدة من التجارب اللي سواها معهد مهم في أمريكا. من إيش من عندكم يشوف أينشتاين؟ زين من عندكم يشوف مارلين مونرو؟ لا أينشتاين. شوي أعوص أعوص عينك أو دير وجهك. لو تعوصها لو دير وجهك شوف شو شو. وأخر شواربة؟ وأخر شواربة بي. لا تركي العشوائي. طيب بس أنتوا تشوف مايك تشوفون مونرو ما يجي؟ لا تركز تركز عينك. أينشتاين. بس شوي هيك سوى كرمش عينك حتى كمية الضوء تدخل لنا قليلة. شوية عود راسه. أبغى حد منكم شاف مارلين مونرو؟ أوكي. إيه هذا سلام منه. هذا سوى ولا بال طبعاً إذا شوفه بالكمبيوتر تطلعه بالكمبيوتر. أينشتاين مونرو تقدر تشوفه بالكمبيوتر وتقربه وتبعده. سوى أخذ وجه أينشتاين شالوا التفاصيل الكبيرة منه مثل الألف. فبقت الشغلات الدقيقة. جابوا مونرو شالوا التفاصيل الدقيقة اللي هي حزوز الجلد الشامات الشغلات. فبقت التفاصيل الكبيرة. They superimposed them الوحدة على الأخرى. فلما تطبع عليها بدقة تشوف الصورة اللي ما فيها تفاصيل دقيقة اللي هي صورة أينشتاين. إذا تطبع طرف عينك تستخدم المواد هاي اللي قلنا عليها قبل شوية أنت تشوف أينشتاين لأن أينشتاين أقول مونرو لأن مونرو شالوا الشغلة. إذا واضحة هاي الفكرة؟ هذه آخر صورة. هذه آخر سلايد. في لوحة أخذناها طبعاً أكو محاضرة كاملة عن الوجوه بورتريت. بورتريت في شيء عظيم وكبير في تاريخ الفن وفي دراسة العلوم العصبية. يعني هو مسؤول عن ليش التكعيبية صارت مدرسة جديدة مثلاً. هذا أخذناها قبل فترة لوحة جديدة اشتريناها بيوستن متحف يوستن اسمها الصمت، وهي عبارة عن لوحة كانت قبل في مقبرة فرنسية. يعني طريقة أنا ما أقدر أوصف الشعور اللي انتابك من تشوف، يعني ممكن أحكي لك أقول لك هذا صار حلقة وخالص صبعة ولفلف بشراو وعيونه نازلة، بس طريقة الحزن العميق اللي تلفك من تشوف هاي الصورة ماكو شيء ماكو شيء عوضها. لا صورة عادية. هاي ذكرني ب لم يبقى عندي ما يبتزه الألم، حسبي من الموحشات الهم والهرم، وحين تطغى على الحران جمرته فالصمت أفضل ما يطوى عليه. الصمت أبلغ من الكلام في أحيان كثيرة. ما أنا حكيت واصل ساعتين. الصمت أبلغ من الكلام. فهذه حاولنا نلخصها وعدنا طبعاً أنا عادة من خلص المحاضرة نعطيهم أقول لهم شنو الخلاصة. الخلاصة الواحد لازم يحاول إنه لا يعتقد هو نفسه هو الحامل الوحيد للحقيقة. وبعدين لازم يستمع للآخرين وجهات نظرهم تكون
مش النظرات. وأغلب حتى حركاتنا هي مبنية على حدث داخلي. وهذا هيدر بتذكر مرة عندما قال يقول التاريخ أغلبه مكتوب حدث والجزء الآخر من إملاء الهواء. يعني هو لا حدث له هواء ما وين الحقيقة. فلا تكون كلش أناليتيكال، لا تكون جدا تحليل أي شيء تشوفه تجيب فرجال وهندسة. في أحيان كثيرة الحدث مالك أصدق من التحليل المنطقي والدقيق. التحليل المنطقي والدقيق له مكانه، بس الحدث، الحدث هو أساس الجمال. فاستمتعوا بالجمال واستخدموا بحكم الغاطسة تحت الماء. شكرا جزيلا. وريدات على ان شاء الله استمرت في